ينضم إلينا في الاستديو سعادة بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم والسفير سابق. نرحب بك سعادتك ونعزيك ونعزي شعب الإمارات بهذا المصاب. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يكون الحزن حاضرا تعجز الكلمات عن التعبير، خاصة عندما يودع وطن قائده الذي له بصمات في كل أجزاء هذا الوطن، الذي له بصمات في بناء العلاقات الخارجية لهذا الوطن. فقد الشيخ خليفة عليه رحمة الله فقد كبير بالنسبة لأبناء الإمارات وبالنسبة للأمة العربية والإسلامية. فعلا، يعني دولة الإمارات بكل تأكيد فقدت قائدا عظيما وكان الجميع يحبه، ماذا تقول معاليك؟ طبعا الشيخ خليفة عليه رحمة الله ابن من؟ ابن زايد الخير، زايد الإنسان، زايد الكرامة، زايد العزة، زايد المؤسس لهذه الدولة. فتربى في هذه المدرسة، شارك والده جميع أمور إمارة أبوظبي بداية، فكان حاضرا في القضايا العسكرية والقضايا السياسية والقضايا الاجتماعية. ومنذ أن كان وليا للعهد كان اعتماد والده عليه. لما استلم رئاسة الدولة هنا تحمل المسؤولية مباشرة، فكانت له من البصمات ما تجعل هذه الدولة مدينة لهذا الرجل. فعلا، يعني أيضا سعادتك، يعني العالم شهد الانتقال السلس للسلطة في دولة الإمارات مع انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيسا للدولة، كيف تعلق على ذلك؟ يعني أعتقد الذين ينظرون في هذا الانتقال أنه سلس وأنه غريب لا يعرفون طبيعة الإمارات. طبيعة الإمارات أن هناك حب يغمر هذه الساحة من الوطن العربي ومن العالم. عندما نقول أنه تم انتقال السلطة بهذه السلاسة فهذه طبيعة أشياء في دولة الإمارات، وهذا شيء متوقع بكل تأكيد، لأن دولة الإمارات ليس لديها رصيد من المشاحنات والمشاكسات، وليس لديها ما يرتكن إليه الآخرون بأنها قد يحدث شيء، ولا لأن هناك في أسس وضعت بهذه الدولة منذ القدم. فانتقال السلطة عندما استلم صاحب المغفور للشيخ خليفة كان كذلك سلسا وطبيعيا. وعندما تنتقل السلطة بهذه السلاسة كما يرى البعض ونراها نحن أمرا طبيعيا، صحيح، فإن هذا من طبيعة الإمارات. يعني لم تنتقل السلطة بوفاة الشيخ خليفة، انتقلت السلطة بسلاسة عندما أصدر المغفور له الشيخ زايد ذلك المرسوم الذي عين به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نائبا لولي العهد يحل محله بالمنصب، وتم ذلك. وكان الشيخ محمد بن زايد ممارسا للحكم، صحيح، أثناء والده، لأنه كان في كثير من المسؤوليات في تلك الفترة. وعندما استلم ولاية العهد كذلك واصل الطريق لاستكمال المسيرة التي بني. وعندما جاءت الوعكة الصحية للمغفور له الشيخ خليفة كان هو الممارس الفعلي في العمل الداخلي والخارجي كذلك، وسع من علاقات الدولة التي بناها المغفور للشيخ زايد. ونحمد الله طبعا على هذه السلاسة. بكل تأكيد سعادتك، هناك الكثير
من المبادرات الإنسانية في سجل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. كيف يمكن للقائد أن يجمع بين القيادة الحكيمة وأيضا كل معاني الإنسانية في آن واحد؟ هنا كما سبق أن ذكرت أنه تربى في مدرسة زايد، زايد الحكيم، زايد ذلك الحازم، كان يتمتع بالرحمة والإنسانية والاهتمام بالناس، فغرس ذلك في أبنائه. كما كان زايد كان خليفة، والآن يأتي الشيخ محمد بن زايد ليمارس ذلك الدور، نعم، ليقوم قريبا من شعبه. هذا الشعب الذي عرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد منذ أن كان في الجانب العسكري يدرك ماذا يحمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد من حب لهذا الشعب ولهذا الوطن. فلهذا لا يستغرب أن يجمع الشيخ محمد بن زايد الرحمة مع الحزم. القائد الذي لا يكون حازما لا يستطيع أن يقوم بسلطاته، والذي ليس في قلبه شيئا من الرحمة وشيئا من الإنسانية لن يتمكن من أسر قلوب الناس فعلا. نعم. فصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تجتمع في هذه الخصائص، نعم، في جميع الجوانب. نعم. يعني لا يمكن أن نقول مثلا أنه في تلك الفترة كان وليا لعهد أبو ظبي فقط، كان هو الفاعل والمشارك مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة في الأمور السياسية، وكان بمظلة الشيخ خليفة بن زايد يمارس السلطات في الداخل. يعني بإذن الله سنشهد أيام مباركة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. ما لا شك فيه، الإنجازات التي تحققت في عهد زايد الخير واستكملت في عهد المغفور له الشيخ خليفة، كان الشيخ محمد بن زايد ليس بعيدا عنها، كان في دائرة صنع القرار، كان قريبا من هذه المنجزات، ساهم فيها. وأعتقد أن من ساهم في تأسيس اللبنة قادر على أن يبني على ما سبق وأن يستمر، صحيح، وأن يقدم خاصة وأن الشيخ محمد بن زايد كما ذكرت سلفا أنه محب لوطنه، عارفا لاحتياجات هذا الشعب، وهذا ما التمسناه ونلتمسه. نعم، دائما يعني، نعم، دائما أكيد. علاقته يعني ابتسامته مع الجميع فعلا القرب. يعني أذكر فيما أذكر أن كانت هناك وليمة على شرفة لدى أحد الأصدقاء، وكان عدد الحضور أكثر من مساحة الأماكن المخصصة للجلوس، فجلس البعض على الكراسي وجلس وقف البعض في الساحة التي قبل المجلس، فجاء أحد رجاله وقال الشيخ سيصل، قوموا من هذا المكان. من جاءوا ليس للوليمة، جاءوا لتحية الشيخ محمد، فلما وقفوا لأن جاءوا لتحية فلابد أن يقفوا يسلموا عليه، فجاء الشيخ محمد دخل فسلم على منهم على اليمين ودخل إلى داخل المجلس وسلم، وعاد وخرج من هذه الناحية وسلم على الجميع، ومع كل شخص كان يصافحه ويسلم عليه ويسأله. فيعني هذه الروح التي يتمتع بها الشيخ محمد بن زايد جعلته محببا لدى الناس. فأعتقد يعني أننا سنشهد مرحلة جديدة، وهذه المرحلة الجديدة وتطور كبير حتما سيكون هناك تطور، لأن الشيخ محمد ماذا عمل منذ أن كان وليا للعهد؟ أسس معهد التكنولوجية التي على أساسها يتم تنشئة جيل من الطلبة في الجانب التكنولوجي التقني. عندما تكون هناك بعض الفعاليات الثقافية والتراثية ويكون وراءها وتكون هناك بصمة له في هذا الجانب، حتما سيطور ما كان موجودا وسيضيف إليه. نعم.
بكل تأكيد، يعني إشراف وتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على مشاريع اجتماعية وأيضا اقتصادية وكذلك ثقافية وعلمية كبرى، كيف تعكس يعني عمق رؤية سموه وإيمانه بالإنسان الإماراتي أولا؟ طبعا مقولة أننا سيأتي بعد فترة سنصدر آخر برميل من النفط، هل ستتوقف الإمارات عند النفط فقط؟ طبعا لا. إذن بدأ في بناء القوة البشرية من خلال جوانب عديدة، سواء من خلال التعليم، من خلال الصحة، من خلال الثقافة، فأوجد أرضية. هذه الأرضية التي أوجدها الآن هي التي ستؤسس الانطلاقة جديدة في للدولة بإذن الله تعالى. يعني أيضا دولة الإمارات تفتح مرحلة جديدة بإذن الله ضمن مسيرة متواصلة رسمها المغفور له الشيخ زايد ومن بعده الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مقاليد الحكم. كيف تنظر إلى المستقبل أنت كمواطن؟ كيف تنظر إلى المستقبل في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه؟ الحمد لله. المستقبل في دولة الإمارات زاهر لطبيعة دولة الإمارات، وعندما يكون الأمر بيد رجل صاحب رؤية، رجل عنده فكر للمستقبل، حتما سيكون المستقبل زاهرا. صاحب السمو الشيخ محمد الله يعطيه الصحة والعافية ويعينه على أمين. هذه المسؤولية يدرك تماما أن المسؤولية التي معه تتطلب المزيد من الجهد، كما قال الشاعر: نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل فوق ما صنعوا. فإذا سيفعل الأفضل، فنستبشر بمستقبل زاهر بإذن الله تعالى. شعب دولة الإمارات سيبقى يعني بكل تأكيد أمينا وحارسا لكل مكتسبات الاتحاد، ولكن ما هي رسالتكم لأبناء الإمارات اليوم؟ الرسالة لأبناء الإمارات، طبعا نحن ندرك أن أي مجتمع لا يقوم بالحكومة وحده ولا يقوم بالقيادات الرئيسية إذا لم يكن هناك أرضية من الشعب تقوم بتطبيق وتنفيذ رؤية الحكومة، لا يمكن أن يكون هناك إنجاز ولا يمكن أن يكون هناك وطن متطور. نعول على الأجيال الجديدة والشابة، وهذا ما تنبه إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد منذ فترة عندما استعان في مؤسسات كثيرة بعنصر الشباب. القيادات التي حول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حاليا أغلبها من الشباب، لأنهم يحملون حلم 50 سنة القادمة وما بعدها، وهم الذين سينفذون. إذن على الشباب أن يتسلحوا بالمعرفة وبالفهم بالعمل الجاد، وأن يدركوا أن هذا الوطن سيعتمد على سواعدهم في المستقبل. لن يكون هناك، البعض يرى أن هناك لا توجد مثلا وظائف لبعض المواطنين. الوظيفة لا تعطى، الوظيفة تؤخذ. متى تؤخذ؟ عندما تقدم نفسك جيدا وتكون جاهزا لتحمل المسؤولية، حتما ستأتيك الفرصة. إذن على الشباب أن يكونوا متفائلين دائما. التفاؤل هو الذي يبني القدرات. توجيه ورسالة أيضا كذلك. نعم. يعني دعنا نتحدث الآن، يعني شعب عفوا، ولكن من الجانب الخليجي، يعني تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان مقاليد الحكم،
كيف سينعكس إيجابياً على البيت الخليجي وكذلك ترسيخ أواصر العلاقات الخليجية وجهود تطوير دول مجلس التعاون الخليجي؟ يعني مقولة الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد البيت متوحد عندما تحدث عن الإمارات هي التي ستترجم طموحاته وأماله للمحافظة على وحدة البيت الخليجي. نتطلع إلى أن يكون مجلس التعاون هذه المؤسسة التي تأسست برؤية زايد ستبقى باقية وسيكون للشيخ محمد بن زايد الحضور البارز لتدعيم هذا الكيان الذي نفخر به. دول الخليج عندما تعطي لشعبها الأمل في أن هذه التركيبة الخليجية يجب أن تبقى ويجب أن تدوم ويجب أن لن تدوم بالأمنيات ولكن تدوم بالعمل الجاد، تدوم بالتواصل، ونشهد الكثير من التواصل بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وحكام الخليج وأعتقد والدول العربية كذلك. إذن العلاقات الخليجية المستقبلية ستكون أقوى بإذن الله إن شاء الله.